اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم بفيديو جديد. في هذا الفيديو جيت نهضر معكم على واحد التساؤل اللي كيجيني بزاف، هو كيفاش انا نكون قاري في البريفي ونخدم في لاطا، وباللي كتشوفوا بزاف من الناس كيكونوا قراو في البريفي وكيبانوا لكم خدامين في لاطا، كيفاش كيديروا حتى كيخدموا فيها. هادشي اليوم اللي غنهضروا عليه في هذا الفيديو، بقاو معايا حتى الاخر. يجيني هذا السؤال بزاف ديال كيفاش انني انا قاري في بريفي ونخدم في لاطا، واش ممكن انني نخدم في لاطا؟ ولا كتشوفوا شي ناس اللي نتوما كتعرفوهم، يا بنات يا ولاد، اللي كتعرفوهم مزيان انهم قراو في بريفي ولا دايرين هلال احمر، وكتشوفوهم انهم خدموا في لوبيتال ديال الدوله، كيفاش كيديروا حتى كيخدموا فيه؟ اول حاجه كيخدموا في لوبيتال، ولكن راه ما كيكونوش تابعين للدوله. ممكن انك تخدمي في لوبيتال، عندك جوج الحلول باش تخدمي فيه، ولكن ما كتكونيش خدامه مع الدوله، ما كيكونوش عندك الوراق ديال الدوله. كيفاش هادشي؟ اول حاجه كاينين واحد الشركات اللي كيكونوا وسط لوبيتال ديال لي فونتار، اللي كيكونوا مسؤولين، يعني كيكونوا فيهم بنات ولاد خدامين فيهم، وخصوصا كيكونوا في لارجونس، كيكونوا كي مسؤولين على يعني لي مرض اللي كيجيو في لامبيلونس، ولا لي مرض اللي كيكونوا جايين داخلين. هما شنو الخدمه ديالهم؟ هما يدوا لهم داك لاشي غولون، يعني الكراسه، ولا يخرجوا لهم داك البونكار يهزوه فيه باش كيكون ما قادرش المريض لا يجلس لا والو ويدخلوه. هذه هي الخدمه ديالهم. هذه الشركه اللي متفقه مع لوبيتال انهم كيجيبوا لهم بنات اولاد كيخدموا، كيعطيهم واحد التوني وكيخدموا. هذه هي الخدمه ديالهم. ولكن شكون اللي كيخلصهم؟ كتخلصهم هذيك الشركه، يعني في الاخر الشهر كيمشيو للشركه اللي تابعين ليها، هي اللي كتخلصهم، ماشي الدوله اللي كتخلصهم. والوراق ديالهم كيكونوا تابعين ديك الشركه، وديك الشركه راه بخيبه، ما كيكونوش تابعين دوك، يعني ما كيكونش عندهم اوراقهم ديال الدوله انهم خدامين في لوبيتال. هما بزاف كيكذبوا، ملي كتسولها كتقولك انا انفيرميير في لوبيتال، وانت كتشوفها انها قرات مثلا في بخيبه ولا دايره هلال، كيفاش هادي تخدمات في لوبيتال الدوله وهي قاريه بخيبه؟ راه كذب عليكم كذاب، راه مستحيل انك انت قاريه في بخيبه وتخدمي في الدوله ولا تخدمك الدوله في لوبيتال، مستحيل. راه بريفي كتخدمي في البريفي، ولا كتخدمي في سومي بيبليك. سومي بيبليك بحال الشيخ خليفه والشيخ زايد، كيكون داخل فيهم الدوله وداخل فيهم البريفي. هذاك سومي بيبليك كتخدمي فيه، ولكن البيبليك ما كتخدميش فيه. انت كانفيرميير قاريه في البريفي كتخدمي في البريفي، وسومي بيبليك باش تخدمي في البيبليك ما كتخدميش فيه. كيف ما قلت لكم هذيك هي الخدمه ديالهم هما اللي مختصين فيها. ولكن بالنسبه لوبيتال كيكونوا بعض المرات ما كاينينش لي ستاجير، ولا بحال حنا فاش كنا في ستاج وكنت في دوزيام اني، كانت جات هاد الشركه ديال البرونكار لوبيتال اللي انا كنت كندوز في ستاج، وكانوا بغاو بنات اولاد، وكانوا يعني شي وحدين معانا اللي كانوا سالاو، يعني قراو غير عامين وسالاو، ولا كانوا هذا اتوانيونت ولا دايرين الهلال الاحمر، ومشاو خدموا مع ديك الشركه وبقاو وسط لوبيتال، عطاوهم توني ولاو خدامين. يعني فاش كيكون مثلا الخدمه بزاف في لوبيتال ولا شي حاجه، حيت داك لانفيرميير ريسبونسابل عارفهم انهم هما عندهم اصلا ديبلوم ديال انفيرميير ولا ديال الهلال، وعارفينهم كانوا عندهم في السيرفيس، يعني كيعرفوا خدمتهم، كيقولوا لهم عاونونا، حيت عارفينهم انهم دوزين ستاج في داكشي، ماشي غير جاو وجاو ودخلوا، يعني ما عندهمش شي علاقه بالدومين ديال التمريض، يعني غير خير منهم كيعاونوا. ولكن ملي الناس كيجيو كيشوفوا هذيك فلانه وخدامه في لوبيتال، وكيشوفوها كتخلص وخدامه، وكتمشي وكدق البرا وكدير الصون وهذا وهذا وكتجري، صافي بنادم كيقول هذيك راه كرمليه وخدامه في الدوله. لا، هي ماشي انفيرميير، هي داخله تما كتابعه الشركه ديال لي برونكار، كيف ما قلت لكم الشركه هي اللي كتخلصها في الاخر الشهر. يعني الا كنتي باغا تخدمي في لوبيتال، يعني غير راكي كاينه في لوبيتال ديال الدوله، اما انت راه ما تابعش ليه، كتمشي عندك الشركه كتدفع لهم السيفي ديالك وكيخدموك في لوبيتال، ولكن راه ما كتخدميش انفيرميير، كتخدمي برونكا، يعني تابعه لي برونكا. هذه اول حاجه. الطريقه الثانيه كيفاش انهم كيخدموا مثلا في السي اش يو، يعني مثلا في موريسكو، كيفاش كيخدموا في بنات اللي مثلا دايرين الهلال ولا دايرين بريفي، وكتلقايها خدامه وسط، يعني وسط لوبيتال سي اش يو، يعني اللي اصلا هو كيخدموا فيه غير الناس ديال الدوله. يعني كيفاش انت وحده اصلا كتقرا في بريفي، ويلا بغيتي غير تمشي دوزي ستاج يعني في سي اش يو، كتخلصي 3 شهور، وما كيعطوكش اكثر من 3 شهور فيه، حيت انت بريفي، حيت الناس اللي كيقراو في ليطا وفي ليكول ديال ليطا هما اللي كيدوزو فيه ستاج. يعني انت ملي كتجي وانتي بريفي كتخلصي، وما كيعطوكش فيه اكثر من 3 شهور، ولو ماكسيموم ولا كتعرفي شي حد وقف معاك وهذا كيعطوك فيه 6 شهور، وديك 6 شهور كتخلصيها، وبغيتيهم يخدموك، يعني منطقي انت وستاج كيتخلصوا فيك، كيتخلصوا من عندك فيه، يعني هو يخدموك انت معاهم في الدوله.
راه ما كيخدموش، كيدخلوا لي ممكن انك تلقاي وحده كيما قلت لك دايره الهيله ولا دايره بريفي، حتى كتدخل مثلا السي اش تلقاها خدامه وبتوني ديالها. هادو كيفاش كيديروا؟ حيت من وسط السي اش كاينين بزاف الجمعيات، كاينه جمعيه السلمى، كاينين بزاف ديال الجمعيات اللي من وسط لوبيتال كيكونوا مهتمين بالدياليز، بالناس اللي فيهم سرطان، يعني بزاف الجمعيات. وهادوك البنات كيخدموا مع هادوك الجمعيات كيفما قلت لكم، هادوك البنات كيكونوا خدامين مع هادوك الجمعيات ودافعين السيفي ديالهم من هادوك الجمعيات، ودوك الجمعيات كيخدموا معاهم في لوبيتال. هي داخله خدامه في الجمعيه، نجي كتشوفها وسط السبيطار بتوني ديالك وتقولي فلانه انفيرميا، كيفاش هي بريفي وخدمات في السبيطار، ولا هي كتقولك انا خدمت في السياشي، ونتي كتيقيها من نيتك يعني على نيتك كتيقيها. لا البنات كذب عليكم كذاب، وشي وحده في بريفي تخدم في الدوله، ما كتخدميش في الدولة. راه اللي غتقول لك ولا ليكون اللي غتقول لك غتخدمي في الدولة، راه غير كيكذبوا عليكم، بغاو ياخدوا لكم فلوسكم. ما كتخدميش في الدولة وانتي قارية بخيفة، وانتي عندك ديبلوم بخيفة ولو يكون اكريديتي، ما كتخدميش في الدولة. كيف ما قلت لكم كتخدم مع الجمعية، وانتي كتشوفها وسط لوبيتال بتوني وخدامة، وداك كتقول لك انا انفيرميا في لوبيتال فلان فلاني، انتي على نيتك كتحب لك واش بصح، ولكن هي كتكون غير خدامة مع الجمعية. وفي الاخر الشهر الجمعية اللي كيخلصوها كيكونوا دايرين لهم 2000 درهم في الشهر، كتخلصها الجمعيه. والنهار اللي ديك الجمعيه ما غتبقاش وسط لوبيتال ولا غادي تحبس الخدمه ديالهم، هذيك السيده راه الخدمه ديالها غتحبس وغتخرج من تما، يعني خدامه بلا اوراق ما تابعاش للدوله وتابعه للجمعيه. النهار اللي مثلا واحد النهار ديك الجمعيه تحبس ولا يحيدوها من لوبيتال، هذيك السيده راه غادي تجلس من الخدمه. يعني هادو هما جوج الحالات اللي ممكن انكم كتشوفوهم في لوبيتال وكيحسب لكم باللي راه خدامين. ديجا جاني كومونتير بحال هكا، وحاولت نشرح ان راه ما يمكنش ان واحد ولا وحده قاريه في البخيفي تخدم في الدوله. يقولوا اي انفيرميير ولا شي اكول لي صادقين غادي يقولوها لكم في الاول، غايقولوا لكم لا راه عندك الحق انك تخدمي في البيبليك ولا سومي بيبليك. وديجا هذا الشيء غادي تقراوه ديال السيستم ناسيونال دو سونتي، انه شنو هو البيبليك وشنو هو سومي بيبليك وشنو هو البريفي وفين عندك الحق انك تخدمي. هادشي كامل غادي تقراو في السيستم ناسيونال دو سونتي كيف ما قلت لكم، وغادي تزيدوا تعمقوا في هادشي. سولوا لي بروف ديالكم اللي كيقراوكم، قولوا لهم واش يعني شي بروف اللي نتوما عارفين كيفاش داير ماشي غيكذب عليك، وسولوه وقولوا لي الا واش انا ممكن انني نخدم في لاتا ولا في السبيطار ديال الدوله. هو غادي يشرح لك هادشي وغادي يقول لك اشنو كاين. يعني هادو هما، يعني اما اللي غتجي تقول لك انا قريت في البريفي وخدمت في لاتار غير كتكذب عليك. كيف ما قلت لكم كوني متاكده مليار في المية بلي كتكذب لك، حيتاش معروفه ان اللي في البريفي ما كيخدموش في الدوله، واللي في الدوله كيخدموا في البريفي. وديجا كانوا داروا مظاهرات من عند لي زانفيرميير ديال البريفي بانهم ما يبقاوش ديال الدوله كيخدموا في البريفي، حيتاش كتلقاي وحده خدامه في الدوله كتجي في العشيه وخدامه في البريفي، وانت كتاخد لك بلاصتك. يعني انتي عندك بلاصه وحده تقدري تخدمي فيها هي البخيفي، ولكن هي عندها حق تخدم في الدوله وعندها تخدم في البخيفي، يعني في عوض ما يجيبوك انتي وحده كتولي شاده يعني دوبل فونكسيون. كانوا داروا مظاهرات على هذه القضيه ديال انهم ما يبقاوش ديال لاطا يخدموا في البخيفي، ولاو خدامين في لاطا وما يبقاوش يعني ياخذوا لي زانفيرميير ديال البخيفي بلايصهم. وكانوا حتى لي زانفيرميير ديال لاطا داروا مظاهرات علاش باش ما يبقاش لي زيكول بريفي، حيت كيقول لك حنا لا حنا كنمشيو وكنتعذبوا وكيقبلونا بمعدلات، وخاص ماشي اي يعني اي تخصص بمعدل، وكدوزي الكونكور وكتقراي وكتمحني، وحده كتكون شاده الباك ولا ما شاداش وبمعدل كيف ما بغا يكون، كتمشي حتى هي كدير انفيرميير. يعني راه كانت واحد الوقيته اللي كانوا ناضوا فيها الصداع بزاف، وكانوا ناضوا فيها بزاف المظاهرات على هاد القضيه بحال هكا. داكشي علاش راه ما كيف ما قلت لكم ونعاود نقول لكم، خويو راسكم من ديك القضيه ديال انه ممكن انه لاطا، يعني انت في بريفي تخدمي في لاطا. كان وزير فاش كان الوردي كان قال باللي باغي يديرو ان عندهم خصائص في ليزانفيرميير ديال الدوله، وغيديروا كونكور ليزانفيرميير ديال بريفي، ومن بيناتهم غادي يختاروا اللي مزيانين وعندهم كفاءه ويخدموهم في لوبيتال. ولكن هذه غير هضره وتقالت وما دارتش وما طبقاتش من بعد، وصافي وتسد الموضوع. يعني كيف ما قلت لكم راه يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك راكي غادي تخدمي في الدوله. الا بغيتي تدخلي لوبيتال باش تسمي راكي كاينه في لوبيتال وصافي، اما راه ما كيخلصوكش هما وما تابعش لهم. كما قلت لك عندك جوج حلول، تمشي للشركه ديال لي برونكا ولا تمشي تدخلي مع جمعيه لوسط لوبيتال، ولكن راك تكوني مع الجمعيه ما عندك لا اوراق لا والو. النهار اللي كيساليو خدمتهم والنهار اللي ولا كيحبسو كيقولوا لك سلامه وباي باي وسيري، وما غاديش يعني غادي تديش قلبي عاوتاني على الخدمه، وهذا يعني ما عندك لا اوراق لا حتى شي حاجه. هذا ما كان هو اللي جيت نوضح في هذا الفيديو، حيتاش بزاف كيدخلوا عندي البريفي كيسولوني على هذه القضيه،
وبغيت نشرح لكم بحال هكا كلشي يعرف كلشي، يعني المعلومه توصل لكلشي هكا، يعني لي كومونتير ولا بريفي كل واحد كيبقى يسول وكيتعاود نفس السؤال. اما الفيديو اي واحد غيدخل مهتم بهذا الموضوع غيدخل وغادي يشوف. هذا ما كان، كنتمنى انني كنت فدتكم وجاوبتكم على السؤال ديالكم، وما نطولش لكم فيديو اكثر من هكا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.